السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة الجديدة من متن الخبر وهذه الجولة في الصحف الفلسطينية وبعض الصحف العربية. ونبدأ هذه الجولة لأبرز ما جاء في صحيفة القدس من عناوين لهذا اليوم: دهم أبو ديس ومواجهات وحالات اختناق بالغاز في بيت أمر، وإسرائيل تخرق اتفاق التهدئة وتقصف موقعا للمقاومة، وتشييع جثامين 3 شهداء من خان يونس وغزة. وفي صحيفة القدس أيضا أبورديني يقول إن مؤامرة صفقة القرن هدأت ولكنها لم تنتهي. وفي القدس أيضا إسرائيل تصادق على توسيع مستوطنة متسات في منطقة بيت لحم. ومما جاء في صحيفة القدس: منع ناشطة هولندية في BDS من دخول إسرائيل. وفي موضوع آخر في صحيفة القدس: دول عربية ترفض قانون الدولة القومية اليهودية وتعتبره فصلا عنصريا. ننتقل الآن مشاهدينا لأبرز ما جاء في صحيفة الأيام من مواضيع لهذا اليوم: هدوء حذر بعد سريان التهدئة في قطاع غزة تخلله قصف إسرائيلي لموقع أمني وأرض زراعية. وفي صحيفة الأيام: غوتيريش يعرب عن قلقه العميق حيال تصاعد العنف في قطاع غزة. وفي موضوع آخر في صحيفة الأيام: البرلمان العربي يؤكد دعمه للقيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية، وطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام. وفي خبر محلي جاء في صحيفة الأيام: 20 إصابة بينها حالتان حرجتان في حوادث سير بالخليل ونابلس. أما الآن مشاهدينا فننتقل لأبرز ما جاء من مواضيع وعناوين لهذا اليوم في صحيفة الحياة الجديدة. السيد الرئيس يقول إن قضية الخان الأحمر تمثل رمز تمسك الشعب الفلسطيني بترابه ووطنه، واستقبل وفدا من القرية ضم الأسيرة المحررة سارة أبو دهوك وعائلتها. وفي صحيفة الحياة الجديدة أيضا دكتور رامي الحمد الله يقول إن في كل بقعة من أرض وطننا نخوض معركة الصمود والوجود. ومما جاء أيضا في صحيفة الحياة الجديدة وفي موضوع المصالحة، عزام الأحمد يقول إن مصر قدمت مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة وليس ورقة نهائية. وفي خبر آخر على صحيفة الحياة الجديدة: البرلمان العربي يؤكد دعمه للقيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية. في فقرة أقلام وآراء لهذا اليوم نتابع ما جاء اليوم في حديث القدس من مقال بعنوان: العنجهية الإسرائيلية في أعلى مراحلها. يقول الكاتب إن العنجهية الاحتلالية وصلت إلى أعلى مراحلها، فمن الاعتداءات على قطاع غزة والتهديد بتدميره وسن القوانين العنصرية المعادية لشعبنا والتي تهدد وجوده على أرضه، إلى مواصلة سياسة الاستيطان السرطاني وتهويد القدس وبناء الأنفاق والحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك ومصادرة الأراضي والاستيلاء على الثروات الفلسطينية فوق الأرض وفي باطنها وبخاصة المياه. ويضيف الكاتب أن هذه العنجهية والعنصرية منقطعة النظير تستمد تصاعدها من الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال، وخاصة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي توفر لدولة الاحتلال الحماية الدولية من خلال استخدامها لحق النقد الفيتو لأي قرار دولي يدينها. وبهذا المقال مشاهدينا نكون قد أجملنا ما جاء في الصحف الفلسطينية لهذا اليوم. فاصل قصير ونعود لمتابعة البرنامج. أهلا بكم مشاهدينا من جديد للحديث حول أبرز التطورات في قطاع غزة والتطورات المتلاحقة لما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي. يسعدنا أن نستضيف الدكتور هاني العقاد الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة. أهلا بك معنا دكتور هاني. يعني قراءتك للمستقبل القريب لما يتعلق بهذا التصعيد. يعني شوف، إسرائيل تصعد وتصعد تصعيد مدروس حقيقي من خلال المواجهات التي نعتبرها مواجهات قصيرة الأسبوع الماضي وما قبل الأسبوع الماضي. هذه المواجهات القصيرة حقيقة لها ما بعدها ولا خطورتها. أنا أعتبر أن إسرائيل تريد أن تدجن المقاومة وتعود المقاومة الفلسطينية على مثل هذا النوع
من المواجهات القصيرة، في نفس الوقت تريد كسر بعض المعادلات التي حاولت المقاومة فرضها. إسرائيل تريد بقاء قوة الردع أيضا لها قوية، وإسرائيل لو تحدثنا هل يعني إسرائيل تنوي الدخول في عملية عسكرية كبيرة جدا وموسعة في قطاع غزة، نحن نقول حسب ما هو ما يشرح الآن إسرائيل لا تريد الدخول في حرب واسعة خلال على الأقل الأيام القادمة. ولكن هذه الأمور مرتبطة بتدحرج المشهد على الأرض. دكتور العقاد، أيضا معروف أن كثير من وسائل الإعلام نقلت أن هنالك تهدئة حصلت في قطاع غزة برعاية أممية على ألا يكون هنالك تصعيد، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قام بالقصف مرة أخرى خلال الساعات المتأخرة بعد إعلان هذه التهدئة. برأيك يعني لماذا هذا التصعيد المستمر من الاحتلال؟ نعم، نحن نقول أن التهدئة يبدو أن إسرائيل لم تلتزم بالتهدئة ولم تقبل بالتهدئة. الوسيط يقول تهدئة مقابل تهدئة، إسرائيل تريد تهدئة حقيقة أن تفكك فيها حالة المقاومة الشعبية الفلسطينية التي تجري على حدود قطاع غزة، وإسرائيل تريد بالمفاوضات وبغير المفاوضات تحقيق هدنة طويلة الأمد. ما تريد إسرائيل هدنة طويلة الأمد، يمكن أن حقيقة أن تضع شروطها على هذا الموضوع. التهدئة مقابل التهدئة أنا أقول مستحيلة التطبيق في ظل اختراقات إسرائيل المتكررة. التهدئة أمام اختبار حقيقي واختبار واقع حتى يوم الجمعة القادم، حيث أنظرت إسرائيل المقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء حتى يوم الجمعة إن لم ينقفوا الطائرات الورقية والبلانات الحارقة فإن هناك عملية عسكرية واسعة ستبدأ في قطاع غزة. حقيقة إذا كانت هناك حرب، أنا أعتقد لو تحدثنا عن موضوع الحرب، إذا كانت هناك حرب وتريد إسرائيل أن تدخل في حرب فإنها ستكون حرب محدودة ولن تكون حرب بمستوى احتلال قطاع غزة كما يروج لها. إن دخلت في عملية عسكرية فإن حدودها ستكون تحقيق أهداف تخدم صفقة القرن، أي صفقة غزة. دكتور العقاد، يعني بالنسبة لصفقة القرن سنتحدث عنها أيضا، ولكن بحسب ما جاء في وسائل الإعلام أيضا بالتقارير الصحفية بأن هنالك تقرير يقول بأن فلسطينيين وإسرائيليين يتخوفون من حرب جديدة على القطاع. نحن نتحدث عن المواطنين من كلا الجانبين يتخوفون بشكل كبير من وقوع هذه الحرب. الآن إذا ما وقعت هذه الحرب كيف ستؤثر على المستوى الداخل الفلسطيني والمستوى الداخل الإسرائيلي أيضا؟ شوف المستوى، يعني حقيقة الجبهة الداخلية في قطاع غزة لم تعد تتحمل أي حرب رابعة. الجبهة منهكة، المواطنين منهكين. حقيقة الحصار أوجع وفتت كل العوامل الاقتصادية وحتى الاجتماعية وأصاب النسيج الاجتماعي الفلسطيني، لا يستطيع الصمود أمام حرب جديدة بخلاف ما تقول المقاومة، وهذا لا يعنينا نتحدث عن السكان. أيضا السكان الإسرائيليين المستوطنين في حوض غزة اليوم بدأوا يضجوا من سياسة نتنياهو في التعامل مع حركة حماس، التعامل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هم يريدوا هدوءا طويل الأمد، وإسرائيل لا تستطيع أن تحقق هدوء طويل الأمد بدون ما أن تدفع ثمن. إسرائيل لا تريد أن تدفع ثمن لذلك الآن، والمقاومة الفلسطينية تريد هذا الثمن. وأنت تعرف أن إسرائيل عندما تدفع أثمان تدفع أثمان بأقل مستوى ممكن، لكن نقول أن كلا الطرفين سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو إسرائيل لا يريد الآن الدخول في حرب، وإنما الآن الباب مفتوح لمواجهات قصيرة، وهذا ما قد يحدث في المستقبل. طيب دكتور العقاد، أيضا الكثير من المحللين السياسيين يتحدثون على موضوع بأن إسرائيل تشدد من الحصار وأيضا تحاول أن تسوق نفسها أنها تقدم تسهيلات للمواطنين في قطاع غزة في مقابل لتمرير صفقة القرن أو لتسهيل موضوع صفقة القرن. الآن كيف تقرأ هذا الأمر؟ هل هنالك من تخوفات أو رغبة إسرائيلية بتسهيل هذا الموضوع من خلال تسهيلات أو تشديد الحصار أيضا؟ لا،
يعني إن كانت التهدئة التي حققت وصلت إليها إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية أو بوساطة أخرى بوساطة الأمم المتحدة، إن كانت من ضمن شروطها فتح معابر قطاع غزة وفتح معبر كرم أبو سالم والسماح بإدخال كافة البضائع التي منعت مؤخرا إلى قطاع غزة، أنا أقول هذا جيد، على الأقل يعطي حالة من الارتياح للسكان. لكن أنت تعرف أن إسرائيل تخطط مستقبلا لأي عملية. إسرائيل أغلقت المعبر قبل أسبوع أو قبل 10 أيام وهي تعرف أنها ستصل إلى هذه المرحلة، وتساوم حركة حماس وتساوم المقاومة الفلسطينية على التهدئة مقابل فتح المعابر، وهذا الخطير جدا. علينا أن ندرك أن إسرائيل تخطط مسبقا لما قد يقع قبل بعد شهر أو بعد شهرين، وبالتالي إذا إن تدرجت إسرائيل في تعويدنا على الابتزاز مقابل التهدئة ومقابل هدوء ومقابل كسر المقاومة الشعبية. اليوم إسرائيل لا تريد هدوء فقط، إسرائيل تريد أن تمنع المقاومة الشعبية، إسرائيل تريد أن تنقذ كل أشكال المقاومة الشعبية بما فيها البالونات الحارقة والطائرات الورقية باعتبارها دكتور العقاد المقاومة الشعبية. نعم، مع كل هذه التحديات دكتور العقاد، أليس مطلوب من حماس الآن أن تعود إلى الشرعية الوطنية وأن يكون هنالك تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة؟ مع كل هذه التحديات من صفقة القرن، من كل التحديات الإسرائيلية، وأيضا التآمر الأمريكي المستمر ضد القضية الفلسطينية، أليس مطلوب من حماس أن تكون أكثر رشدا بحسب كل دعوات الفصائل؟ أشكرك، هذا هو حقيقة جوهر الحديث الآن. نحن نقول عندما أظهرت نفسها حماس وراء المقاومة الشعبية وراء مسيرة العودة، كان لابد من توافق وطني، وكان لابد من مقاومة شعبية بالمثل مع الضفة الغربية تمتد بقيادة وطنية موحدة. نقول أي عمل انفرادي لا يستطيع أن ينجح، وهنا تظهر كأنها رأس الهرم الذي يمكن أن يستهدف من إسرائيل. الحل أمام حركة حماس الآن والمقاومة الفلسطينية هو حل واضح، الحضن الوطني الفلسطيني، المواجهة الوطنية الفلسطينية الموحدة، حتى لا تستطيع إسرائيل ابتزاز هذا الطرف أو ذاك الطرف، لا تستطيع إسرائيل مواجهة أن تحشر حركة حماس في زاوية وتحدد الخيارات لها، أما أن تفعل كذا أو أن تفعل كذا أو أشن حرب واسعة على قطاع غزة. الجبهة الفلسطينية يجب أن تمتن، يجب أن تعود حركة حماس، وهذا الأولى. أنا أقول الوحدة الوطنية الفلسطينية هي المخرج للإخوة في قطاع غزة والمخرج للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، باعتبار أن المواجهة الفلسطينية ستكون مواجهة موحدة من نابلس حتى جنين حتى رام الله حتى القدس اليوم التي تنتهك والتي يغتصب مسجد الأقصى في هذه الأوقات. أعتقد أننا لو وحدنا جبهتنا ولو وحدنا جبهتنا السياسية وجبهتنا ووحدنا أطر المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لكان أفضل لنا، ولما استطعنا بالفعل أن نحشر إسرائيل في الزاوية لا تحشرنا في الزاوية، نحن هنا في قطاع غزة. شكرا لك دكتور هاني العقاد، الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة البرنامج. أهلا بكم من جديد في فقرة الصحف العربية، نتابع أبرز ما جاء في الصحف الأردنية والزميلة أروى حماد. نبدأ جولتنا في الصحف الأردنية مع عناوين صحيفة الرأي. كشف تفاصيل قضية مصنع الدخان، 3000 مستوطن يقتحمون الأقصى اليوم. وفي العناوين أيضا، الحريري يرحب بالاقتراح الروسي لعودة النازحين السوريين من لبنان والأردن. العالم الإسلامي تدين قانون الدولة القومية الإسرائيلي. ترامب ينتقد محاميه السابق بسبب تسجيل له ويعتبره غير قانوني. ومن الرأي ننتقل لعناوين صحيفة الدستور، غرفة عمليات حكومية لإنجاز قانون جديد للضريبة. الطراونة يدعو البرلمانات العربية لرفض كل أشكال التسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية. عودة الهدوء إلى غزة ومحيطها حتى إشعار آخر. ومع عناوين صحيفة الغد نختتم هذه الجولة في الصحف الأردنية، الحكومة تكشف تفاصيل قضية الدخان وتؤكد محاسبتها للمتورطين.
عودة حركة العبور بين الأردن وسوريا تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، وموسكو طريق دمشق عمان آمن. في الشأن الفلسطيني، الاحتلال يخترق التهدئة بقصف كثيف لغزة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ. وإدانة عربية لقانون الدولة القومية اليهودية الإسرائيلي. وفي عنوان آخر، نيويورك تايمز: قانون القومية يضع إسرائيل على صفيح ساخن. في العناوين العربية والدولية، العراق مظاهرات واسعة في بغداد المؤدية إلى ساحة التحرير. وفي خبر أخير، بريطانيا مؤيدون لترامب يدعمون ناشطا معاديا للإسلام. لبرنامج متن الخبر، أروى حماد. أما الآن مشاهدينا فنتابع ما جاء في الصحف المصرية والزميل أشرف المبيض. استحوذ موضوعا تداعيات الدولة القومية اليهودية والحراك في ملف المصالحة الفلسطينية على اهتمام الصحف المصرية لهذا اليوم، والبداية من صحيفة المصر اليوم: مصر ترفض تبني الكنيسة الإسرائيلية قانون الدولة القومية للشعب اليهودي وتعتبره يقوض فرص تحقيق السلام. وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يطالب بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة. وفي المصر اليوم أيضا: إسرائيل واللوبي الموالي لها في الولايات المتحدة تمارس ضغوطا حثيثة لإبقاء الأرشيف اليهودي العراقي في الولايات المتحدة الذي نقل إليها عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. ونبقى في المصر اليوم: الرئيس السيسي يكرم أوائل خريجي الشرطة بنوط الامتياز وتخرج نحو 2200 طالب، بينهم 45 طالبا فلسطينيا و 75 ضابطا، بينهم 16 ضابطا من العراق وفلسطين. على صحيفة الأهرام: إسرائيل تقصف غزة بعد ساعات من التهدئة عبر وساطة مصرية وأممية. وعزام الأحمد يقول إن حركة فتح سترد على اقتراحات مصرية للمصالحة الفلسطينية غدا الاثنين. ونبقى في صحيفة الأهرام: خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي، رؤساء البرلمانات العربية يطالبون باتخاذ موقف عربي جامع حيال الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ويرفضون إقرار قانون الدولة القومية اليهودية. وأيضا في إطار سلسلة الفضائح التي تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محام سابق للرئيس يعترف بأنه سجل خلسة حديثا سريا له مع ترامب حول دفع مبلغ مالي لفتاة في مجلة بلاي بوي كانت على علاقة بالرئيس مقابل صمتها. على صحيفة الأخبار: صحيفة الجريدة الكويتية تكشف أن إسرائيل حددت لائحة أهداف داخل الأراضي العراقية تمهيدا لضربها، بادعاء أنها مواقع عسكرية إيرانية تستخدمها لنقل الأسلحة إلى سوريا. وفي الأخبار أيضا: وزارة الصحة العراقية تعلن ارتفاع ضحايا المظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات إلى 47 قتيلا ومصابا. وخبر آخر: رئيس مجلس النواب المصري يقول في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي إن فلسطين قضية العرب الأولى. ومحمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني يشكر القيادة المصرية على جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وكتبت صحيفة الأخبار: القاهرة تنجح في التوصل لإطار زمني لإتمام المصالحة الفلسطينية، فبحسب الوثيقة المصرية التي أعلنت فتح وحماس موافقتهما عليها، يتم التطبيق على 4 مراحل، بدءا من دفع رواتب الموظفين وعودة الوزراء والبدء في مشاورات تشكيل الحكومة وتسليم حماس الضرائب ورفع الحواجز عن المعابر، ثم اجتماع الترتيبات الأمنية تحت إشراف مصري، وانتهاء بالمرحلة الرابعة باجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. ومن صحيفة الأخبار نختم بهذا الكاريكاتير الساخر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه صراعات داخلية وانتقادات من الإعلام الأمريكي، ويرد على ذلك بأنه ليس دمية. لبرنامج متن الخبر، أشرف المبيض، القاهرة. وبهذا التقرير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا. بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وحلقات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة. شكرا لكم على المتابعة، دائما وأبدا بأمان الله.